وخد المعلومة دي كمان عندك. في ناس لما بتصر على رأيها جدا زي ما سمعنا قبل كده من رؤساء سابقين للدولة العظيمة، إما أنا أو الفوضى، ويا إما تسمع كلامي يا تلبس في حيط. الناس دي علشان let's say يعني إنهم عايزين يقولوا الكلام ده بالإنجليش، ترجمتها الحرفية my way or the highway، my way or the highway. وعلى فكرة الناس دي إحنا بنسميها they're full of themselves. وإنت لما بتقول لحد أو بتقول على حد he or she is full of him or herself، يعني كده إن الناس دي مغرورة. He's full of himself. She's full of herself. كمان my way or the highway.